السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بهذه المدرسة الجديدة متوسطة جديدة رائعة، يعني الطراز اللي الآن بديت نلاحظ أنه في الإنشاءات الجديدة اللي راهي يعني قيد الإنجاز، وفي عدة ولايات فيه تصاميم جميلة وحديثة يتم توظيفها في هذه المشاريع نتاع المدارس والثانويات، ويعني يعني المشاريع التربوية. شيء جميل لازم يكون فيه تجديد حضاري وتجديد من ناحية التصور العمراني وتطوير من ناحية التصاميم. لازم نواكب التطورات العمرانية اللي راهي صايرة في بلدان أخرى. لا يأتي حال، خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.